السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. هناك أخ تواصل معي بخصوص يعني سؤال يتعلق بما تعرفه مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وقال لي بأن الأوضاع هنا في شيكاغو، يعني أعتقد أن هذا الشخص مقيم بشيكاغو، قال بأن الأوضاع في شيكاغو الآن أصبحت لا تبشر بخير، وطلب مني أن أضع فيديو بخصوص هذا الأمر. شيكاغو تاريخيا معروفة بأنها مدينة يعني كبيرة ومدينة خطيرة، يعني حتى منذ بداية القرن الماضي، يعني في ثلاثينيات القرن الماضي أو خمسينيات القرن الماضي، معروفة شيكاغو بوجود عصابات أو تناحر بين عصابات مافيا أو عصابات تجارة في المخدرات. وبالرغم من ذلك هناك مهاجرون يأتون إلى شيكاغو، هناك جالية عربية في شيكاغو، هناك جالية عربية مسلمة في شيكاغو. ولاية إلينوي معروفة أنها من الولايات الاقتصادية يعني الجيدة، لذلك يعني تجذب العديد من المهاجرين من جميع أنحاء العالم بشكل يعني سنوي. لكن مؤخرا يعني شاهدنا أن شيكاغو معدلات الجريمة ارتفعت، معدلات السرقة ارتفعت، العديد من المحلات التجارة أو محل المتاجر في مدينة شيكاغو بدأت تقوم بإغلاق أبوابها، لأن هناك عمليات سرقة، عمليات تخريب، عمليات نهب، يعني الأمور في شيكاغو خرجت على السيطرة. هذا لا أدعى، لا ليس قصدي أن أدفع الناس المقيمين في شيكاغو بمغادرة يعني المدينة، لأنه الكل يعلم، الناس الذين يقطنون في أمريكا يعلمون أن هذا أمر طبيعي. ربما في شيكاغو بشكل مخيف، لكن في أمريكا هذا أمر طبيعي، يعني تقريبا كل نهاية أسبوع نسمع أن هناك عملية إطلاق نار في شيكاغو أو عملية سرقة سيارات في شيكاغو. نفس الشيء في جميع الولايات، نفس الشيء في جميع المدن الأمريكية، يعني ليست شيكاغو هي قطب الإجرام هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك يعني العديد من الولايات أو العديد من المدن. يعني في الأسبوع الماضي سمعت بعملية إطلاق نار في يعني حفل عيد ميلاد في أعتقد ولاية لويزيانا، هناك إطلاق نار في ميزوري، هناك إطلاق نار في فيرجينيا، في فيلادلفيا، يعني العديد من المناطق. السبب يعود لأسباب أسباب كثيرة، يعني من بين الأمور التي كان من المفروض تطبيقها بعد دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة هو يعني الزيادة في توظيف الشرطة، الزيادة في رواتب رجال الشرطة. لذلك هناك مناطق في أمريكا خرجت عن السيطرة. ما سوف تجاهدنا وسأضع لكم على الشاشة الآن يبين المدى الذي وصلت له الأوضاع في مثلا مدينة شيكاغو. يعني نجد شباب مراهقين ربما 16 سنة 17 سنة يهاجمون سيارات في الشارع، يقومون بالوقوف على السيارات وتكسيرها، يقومون بالرقص على حافلات يعني المواصلات العامة في شيكاغو، يقومون بالنهب في المتاجر، سرقة المتاجر. بل هناك محل سوف يظهر لكم في الفيديوهات وهو محل لوولمارت الذي تم نهبه، أقول تم نهبه، وهناك سيدة يعني هي من قامت بالتصوير وكانت تصور وتبكي. هذا الفيديو موجود على منصة تويتر، موجود على منصة تيك توك، يمكنكم التأكد من هذا الفيديو. سوف تسمعون بأنفسكم يعني بكاء هذه السيدة التي ذهبت للتسوق في هذا المحل، ويعني صورت الوضع الكارثي في محل وولمارت، الشيء الذي دفع شركة وولمارت إلى إغلاق 4 فروع لها في مدينة شيكاغو. وهذا الأمر تحدثت عليه منذ أشهر وأخبرتكم فيه ووضحت لكم في فيديو أن المدير العام لشركة وولمارت أعلن أنه هناك تخطيط للشركة أنها سوف تقوم بإغلاق العديد من فروعها في العديد من الولايات الأمريكية بسبب عملية النهب والسرقة التي تتعرض لها هذه المتاجر. الشيء الذي سوف يؤثر يعني في الغالب على المواطن الأمريكي، ليس على الشركة، لأن الشركة وولمارت هي من أكبر الشركات التي توظف في الولايات المتحدة الأمريكية. شركة وولمارت من بين الشركات التي تملكها عائلة غنية وغنية جدا. فهذه الشركة إذا قامت بإغلاق فروعها 4 مثلا في مدينة شيكاغو، هذا يعني انتهاء هذه العائلة.
العائلة لديها أملاك في جميع يعني أمريكا وخارج حتى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك محلات في مكسيكو، هناك محلات في الصين، هناك يعني متاجر منتشرة في بعض الدول خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما وصل عليه الوضع إلى في شيكاغو يعني وضع مخيف ومخيف يعني جدا. فمثلا هذا المبيان التي سوف يظهر لكم أمامكم وسوف أختم بها هذه الحلقة يوضح لكم مثلا إذا لاحظتم اللون الأصفر، اللون الأصفر يبين عدد سرقات السيارات. في سنة 2022 تم تسجيل 3675 عملية سرقة سيارات، 3000. لاحظوا في سنة 2023 وصلت الأرقام إلى 8708، يعني تقريبا الضعفين إلى نقول 3 مرات عملية سرقات السيارات في مدينة شيكاغو. بالنسبة للون الأزرق، اللون الأزرق يبين السطوة على المنازل، السطوة على المنازل. في سنة 2022 تم تسجيل 1992 حالة يعني هجوم على المنازل وسرقة المنازل. في سنة 2023 هناك تسجيل ل 2114 حالة لسرقة المنازل. لاحظوا اللون الأخضر، اللون الأخضر يبين عمليات يعني أو مجموع الجرائم بصفة عامة، يعني سرقات، نهب، اعتداء وغيره من الجرائم. ففي سنة 2022 تم تسجيل 14345 حالة، وفي سنة 2023 تذكر أننا الآن مقبلين على الشهر الخامس في سنة 2023 ولحد الآن تم تسجيل قريبا 20833، يعني لا نتحدث على سنة كاملة، نتحدث فقط على 4 أشهر أنه تم تسجيل 20000 حالة من يعني الجرائم فقط أقول في يعني مدينة شيكاغو. فهذه الأمور كلها دفعت البعض إلى التعبير عن غضبهم من يعني كيف صارت الأمور في مدينة شيكاغو. في نفس الوقت أو في المقابل سوف نجد أنه هناك شخص يطلق عليه براندون جونسون. براندون جونسون هذا هو رئيس بلدية شيكاغو المنتخب. هذا الشخص يدافع على تصرفات هؤلاء الفتية ويقول أنه لا يجب توجيه اللوم لهؤلاء الأشخاص لأنهم شباب، وأي شخص يعني مر بهذا السن يعني وضع عمل أو فعل شيئا من هذه الأمور في حياته. فهذا الشخص يعني جاء للدفاع على المخربين. كما قلت هذا الشخص هو العمدة المنتخب أو رئيس بلدية شيكاغو المنتخب، رئيس بلدية شيكاغو المنتخب الذي من المفروض أن يكون في صف المواطنين ويكون في صف الدولة ويدافع على مصالح الدولة. لكن هذا الشخص جاء بجانب الشباب أو الفتية أو المراهقون الذين يعني أحدثوا خرابا في مدينة شيكاغو. فمرة أخرى هذا الفيديو ليس للتخويف، لأن هناك جالية عربية كبيرة مقيمة في شيكاغو ويعلمون هذا الأمر في شيكاغو. نعم هذه الأمور ازدادت هذه السنة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع الغلاء، ارتفاع التضخم، يعني طرد أو تسريح العمال، العديد من الأمور التي سوف تقع ونحن في الشهر الرابع. فما بالكم مع نهاية سنة 2023 التي سوف تكون هناك عمليات تسريح العمال وعمليات ارتفاع معدل البطالة، بل أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة هذا الشهر سوف يتحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدخل في ركود اقتصادي ريسيشن. هذه لأول مرة. تذكروا أنه قبل أشهر وضعت فيديوهات وشرحت فيها أنه كان دائما هناك تكذيب، حتى أن الرئيس الأمريكي قال أنه أمريكا ليست متجهة نحو ركود اقتصادي. وزير الخزانة الأمريكية قالت ليس هناك ركود اقتصادي. مدير البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال لن يكون ركود اقتصادي. الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي أعلن على أن أمريكا داخلة في ركود اقتصادي سنة 2023. فما بالكم إذا دخلنا إلى الركود، لأنه علميا الركود الاقتصادي هو ربعين من السنة متتاليين يكون فيهما الناتج الخام الناتج العام لأمريكا أقل يعني من الصفر، سلبي.
فهذا معناه ركود اقتصادي. الآن الربع الأول يقال أنه سلبي، فعلينا الانتظار إلى غاية شهر يونيو وهو الربع الثاني، آنذاك سوف يظهر لنا يعني هذه دقة هذه الأخبار. شكرا لكم والسلام عليكم.